مباراة صعبة كالعادة، 8 وحوش ومحدش يقدر يقول مين هيرجع باللقب. الأقرب حتى اللحظة دي وجيه سمير، ولكن يا ترى السبعة هيستسلموا؟ أكيد لا. الهدف الثاني هارد لك يا رفعت، هارد لك. ضربات الجزاء كان ممكن أكسب 15 نقطة وأقرب أكتر من أعلى سكور. وجيه رد فعله النهاردة كان سريع، وده اداله فرصة كويسة إن هو يجمع نقط. لسه الموقف صعب جدا، السبعة كلهم ممتازين ويقدروا يجاوبوا على أي سؤال. لسه في أمل، عجلة الحظ فيها نقط كتير. بإذن الله أقدر أرجع بالكأس اسكندرية. مين هيبقى بطل الموسم الرابع لعباقرة الجامعات؟ ماتش أفضل لاعب بيبقى أسئلة محتاجة إجابة مش محتاجة تخمين. ربنا وفقهم، وهنشوف ماتش النهاردة هينتهي إزاي وعجلة الحظ هتعمل معاهم إيه. نروح نشوف.